احمد مرجان. سيد الرئيس، حضرات الاعضاء الموقرين، انا بس عايز ارد على الاخ اللي بيتكلم على القطارات اللي بتتحرق وبتخبط في بعض. لا بقى، لازم كمان نتكلم على الحاجات الايجابيه. من اربع ايام في قطر طلع من الجيزه وصل العياط زي الفل، ما حصلش اي حاجه، والركاب كانوا سعداء كلهم قعدوا يغنوا الحياه حلوه للي يركبها. واحنا نقعد بقى نمسك في القطارات اللي بتتحرق ونسيب القطر بتاع العياط؟ لا يا جماعه، لا. نيجي للرغيف العيش، اللي عمال يقول لك ده فيه مسامير، واللي يقول لك ده فيه ازاز، واللي يقول لك ده طعمه مش عارف ايه. طب انا النهارده بقى وانا جاي لمجلسكم الموقر عديت على فرن، فرن بلدي عادي خالص، جبت رغيف عيش. انا بس هوريكم عشان حضراتكم تتاكدوا بنفسيكم. نقطة ندى. رغيف عيش اهو. بشلف بخمسة قروش. زي الفل. ده بسكويت يا جماعة مش عيش. اتفضل يا حاج دوق. دوق يا حاج. مجلس. دوق يا معلم. والطريق. دوق ما يهمكش. هو ايه المشكلة في ايه؟ خصوصا الواد اللي بيشتري العيش ومودي لامه بياكلوا قبل ما يروح بيتهم. امه تساله لا مليان مسامير ومليان ازاز. يا جماعه هي دي المشكله. الاخوه الاعضاء الايام دي ماسكين لنا في الجرايد ان مياه الصرف الصحي دخلت على مياه الشرب. يمكن تعلق عليه. دي مناعه، بتدي مناعه للمواطن المصري. وانت مش ساعات بتدي مصري لبني ادم عشان لا يصاب بهذا المرض؟ ده بيدينا مناعة يا اخوانا. الشعب المصري عنده مناعة دلوقتي. امال هو بيقول لك اللي بيشرب من ماء النيل لازم يرجع تاني ليه؟ الخوجات بيجوا ياخدوا مناعة من عندنا. انتوا بتقولوا ايه؟ وبعدين مياه الصرف الصحي جاية منين؟ مش جاية من الشعب المصري؟ ورايحة للشعب المصري. نيجي بقى للاخوة اللي بيتكلموا على التجاوزات اللي بتحصل في اقسام البوليس. انا هقول لكم على حاجة حصلت معايا انا شخصيا. احد العمال اللي عندي افشوف لك ودوه القسم. بعد يومين ثلاثة قلت اروح اخرج الولد. رحت له القسم. لقيتهم شايلينه من على الارض شيل. شيل. وعاملين له تورته وبيحتفلوا بعيد ميلاده. كان هذا وكل قسم عمال يغني هابي بيرثدي تو يو. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ لا 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 لا. تيجي بالي الاعلام، الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي. يا اخوانا في طفره كبيره حصلت في الاعلام المصري وفي التلفزيون. الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل باربع ايام. اشاعات ماليه البلد عن انفلونزا الطيور. اقدم اعتذاري. دي اشاعات مغرضه. انا جايب لحضراتكم نموذج لفرخه شمرت زي الفل من مزارعنا الوطنيه عشان ما حدش يتكلم. فرخه هي بس مجهده شويه. المهم الفرخه قدام حضراتكم اهي زي الفل.